والحقيقه انه يعني يمكن مساله مشاركه الشباب في الانتخابات الرئاسيه كان شيء لافت جدا. كل اللي نزل الانتخابات شاف قد ايه الشباب كانوا متواجدين، ويمكن احنا ده نتاج شغل كبير خلال سنين كتير، ما هواش بين يوم وليله. شفت الشباب اللي كان عنده عزوف عن الحياه السياسيه، واللي الحقيقه يعني عدوا بتغيرات سياسيه كبيره في 10 سنوات، شافوا حاجات كتير قوي خلتهم عندهم حاله من العزوف عن الاشتراك في العمل السياسي او الانخراط في الحياه السياسيه اصلا. وكان دايما كله يعني شايف انه انا مش هقدم ولا هاقر. لكن ابتدينا نشوف مؤتمرات شباب، ابتدينا نشوف ونسمع عن الاكاديميه الوطنيه ويعني برامج رئاسيه لتاهيل الشباب، ابتدينا نشوف حياه كريمه، الشباب هم الضلع الاساسي في حياه كريمه، ابتدينا نشوف نواب في البرلمان تحت 40 سنه يمكن عددهم عدى ال 120 نائب، وده كان رقم كبير وده حفز الشباب. انا لما اشوف انه في امل ان انا اكون موجود، في امل ان انا اشارك في صنع القرار، ده بالتاكيد هيبقى حافز ليا كبير ان انا اشترك واهتم واعرف يعني ايه اتكلم في السياسه واشارك. شفنا الحوار الوطني، شفنا قد ايه كان في مقترحات اتحطت في عين الاعتبار جاءت من شباب، فده شيء مهم جدا. وخليني كمان الفت نظر حضراتكم لتقرير عمل المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه، انه بقى عندنا وعي سياسي كبير في فئه الشباب، وده بالتاكيد يعني جابوه من اقبالهم ومشاركتهم في الانتخابات الرئاسيه اللي فاتت، ويعني حرصهم على ان يكون ليهم دور ايجابي في المشهد الانتخابي من خلال ان هم يكونوا متواجدين في الصفوف الاولى وجزء من التنظيم وجزء كبير من الجمعيات المنوط بيها متابعه الحدث الكبير ده والسباق الاهم في مصر الانتخابات الرئاسيه كانوا شباب. وده الحقيقه هنا شاهد على اندماج الشباب في العمل السياسي وفي المجال العام بشكل عام، ويقول انه بقى عندنا وعي، ودي هي كلمه السر. لو عندنا وعي، ما هو لما شباب تقعد تنتقد ما يحدث وهي ما عندهاش وعي سياسي، هنا دول جيل لا يعول عليه. لكن لما تقعد في وسط الشباب تسعد بفكرهم وتسعد بقد ايه بقى عندهم وعي، هو ده خير استفادة من كل الأحداث السياسية الكبيرة اللي عدينا بيها، وتحس انه بقى فيه خبرات تراكمية عند الجيل ده. ما عداش بأيام سهلة وما عداش بسنين سهلة، لكن كمان بقى عنده وعي سياسي كبير، وده الرهان الإيجابي جدا لهذه الأمة. خلينا ناخد على التليفون دلوقتي أستاذ محمد مرعي مدير المرصد المصري. مساء الخير على حضرتك، وإزاي شايف يعني مسألة ارتفاع نسبة مشاركة الشباب في الحياة السياسية بشكل عام، مش بس في الانتخابات ومش بس في مشهد الانتخابات الرئاسة السابقة، وإزاي ممكن نبني على هذا المشهد الإيجابي؟ مساء الخير على حضرتك أستاذة هدير وعلى كل السادة المشاهدين. أهلا بسيارة. خلينا في البداية نؤكد على حاجة، يعني المشهد اللي شفناه في التصويت في الداخل من المشاركة الكثيفة بالشعب المصري، ده حاجه زي ما حضرتك قلت، يعني ان هو حاجه مش جايه من فراغ. احنا بنتكلم ان كان في يعني نبدا تحديدا من 2016. 2016 تحديدا من بعد مجيء ان هو اداره الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان في اهتمام كبير جدا جدا بالشباب وتمكين الشباب سياسيا، تمكين الشباب اقتصاديا حتى اداريا. وبدا العمل في ده يعني في مسارات مختلفه. بدأناها من 2016 بان هو المؤتمرات الشباب، يعني فكره ان انت تكون القياده السياسيه في الدوله مع الوزراء مع رئيس الحكومه، فكره الاستماع للشباب رايهم في واقعهم السياسي والاقتصادي وبشكل عام. مشاركه حقيقيه مش بنشوفه قبل كده. طبعا المؤتمرات الشبابيه يعني اصبحت اصلا كمان سمه من 2016 بعدها، ان هي تقررت عده مرات في محافظات مختلفه، وخرج حتى منها كمان نسخه منتدى شباب العالم اللي سمح حتى كمان للشباب المصري ان هو يتناقش مع يعني قطاعات شباب من مختلف دول العالم حول القضايا الدوليه والاقليميه الخاصه بالسلام العالمي بشكل عام، يعني الخاصه بالتمام المستدام او تبادل الثقافات وكل هذه الامور.
جنب ده شفنا احنا بقى محتاجين نأهل الشباب ده ان هو يكون يعني ايه مؤهل سياسيا، مؤهل للقيادة بشكل عام، للانخراط في العمل السياسي. صحيح، الانخراط بشكل عام. فبدأ يعني خرج مشروع عبقري جدا جدا اسمه ان هو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة. عبقرية هذا البرنامج في شيء، انت هنا اولا سمح لقطاعات كبيره جدا من الشباب المصري من مختلف الطبقات الاجتماعيه، وكان اركز تحديدا على مختلف الطبقات الاجتماعيه. صحيح. هنا ان هو سمح لي شباب من الصعيد ومن الدلتا ومن اسكندريه ومن القاهره ومن كل محافظات مصر ان هم يقدموا للمشاركه في هذا البرنامج. البرنامج ده لحد دلوقتي خرج بنتكلم على 4 دفعات منه، في شباب يعني خريج هذا البرنامج اصبحوا جزء منهم من شارك في احزاب سياسيه، منهم من اصبحوا نواب في محافظات ومساعدين لوزراء، منهم حتى من اصبحوا اعضاء في مجلس النواب. وحتى هؤلاء الشباب هم اللي كانوا قائمين بشكل فعلي على وضع كل معظم التصورات الخاصه بمؤتمرات الشباب او منتدى الشباب العالم، وكل هذه الاحداث اللي خلقت زخم وخلقت قنوات تواصل عمليه وفعليه ما بين القياده السياسيه وما بين يعني هؤلاء الشباب. جنب ده كمان يعني تم انشاء الاكاديميه الوطنيه للتدريب اللي سمحت ايضا بتدريب الكوادر الشبابيه سواء اللي شغاله بالفعل داخل القطاعات في القطاعات الحكوميه والوزارات والهيئات، واهلتهم بالفعل على فكره ان هم يكونوا جزء من الحداثه او جزء من العالم اللي احنا عايشين فيه، على فكره الاداره الحديثه، على فكره استخدام التكنولوجيا، يعني كل ما تعلق بيه ده وانعكس بالفعل على الاداء الحكومي او حتى في مشروع الاداره الرئيسيه عبد الفتاح السيسي الخاص بالتطوير الاداري والاصلاح. صحيح. الاداري. جنب ده كمان يعني طبعا احنا بنتكلم زي ما قلت سيادتك هي مسارات عديده جدا. توجد ما يسمى تنسيق شباب الاحزاب والسياسيين. الكيان نفسه هو تقدر تقول لحضرتك شباب من مختلف الطيارات السياسيه، مختلف الطيارات السياسيه باختلاف اتجاهاتها الفكريه. يعني اجتمعوا يعني كونوا ما يسمى تنسيقية شباب الأحزاب في توقيت ما كانش سهل أبدا إن احنا نشوف يعني شباب بأيديولوجيات سياسية مختلفة مجتمعين داخل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. بالظبط، حتى المشهد العبقري في التنسيقية وانتخابات الرئاسة المصرية 2024 كان في عدد من أعضاء التنسيقية مؤيدين للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وقتها، وكان في عدد منهم ايضا كان مؤيد للمرشحين اخرين كفريق زهران وغيره. المقصد هنا ان التنسيق خلقت اصبحت كيان يعني كيان فكري، كيان سياسي لهم يعني ممثلين في مجلس النواب، مجلس الشيوخ بكتله كبيره، قادرين ان هم يعني يضخوا دماء جديده في المجال السياسي. صحيح. والمجال العام في مصر. على مستوى حتى التمكين الاقتصادي، الدولة في إطار التمكين الاقتصادي معظم المشاريع القومية اللي بدأت من 2014 حتى الآن العمود الفقري فيها أو عمادها بشكل كبير هم الشباب المصري. صحيح. في شباب مصري كتير جدا عشان بننسى ده كانوا بيبحثوا عن فرص عمل في دول يعني سواء في دول الخليج أو في ليبيا أو غيره. هذه المشروعات وفرت فرص عمل لأكثر من 3.5 او ما يقترب كمان من 4 مليون مصري سواء من في الدلتا والصعيد وغيره. فده جزء من التمكين ان انت بتوفر فرص عمل لهؤلاء الشباب. صحيح، وده شيء مهم جدا لانه الشباب عبد الفتاح السيسي في اطار التمكين الاقتصادي خاض مبادره البنك المركزي، مبادره دعم المشروعات الصغيره والمتوسطه اكثر من 350 مليار جنيه. ان انت كشاب مثلا محتاج تعمل مشروع، محتاج قرض طبعا تلاقي اللي يدعمك. ناس بتحصل على القرض يعني بتكمل بيه مشروعك وبتنجح، او حتى لو انت عندك مشروع محتاج توسعه والمبادره دي استفاد منها عشرات الالاف من الشباب في مشروعات صغيره. صحيح. في مختلف محافظات الجمهوريه. الحقيقه انه الشباب بثقافته وبوعيه هو يعني رجل المرحله بكل تحديات. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد مرعي مدير المرصد المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.